هو في البداية أحب أشكر تلفزيون أبو ظبي على هذه الاستضافة والتركيز على هذا الموضوع الهام، وكذلك يعني أشير إلى أن برامج التعليم الطبي بالمجمل هي بالشراكة مع دائرة الصحة في أبو ظبي ودائرة التعليم والمعرفة في أبو ظبي، وما كانت يعني هاي البرامج لتنطلق أو يعني تأخذ مداها الحالي لولا الدعم اللامحدود من الحكومة الرشيدة والبنية التحتية القوية التي يعني توفرت لدى شركة أبو ظبي الخدمات الصحية. بالنسبة للطب، فالطبيب أو الطبيبة اللي هم يعني في طور التعليم والتعلم يقضون فترات طويلة داخل المستشفى، فيكون يعني يكون وضعهم شبه الشخص المقيم في المستشفى، فمن هنا جت المسمى طبيب الإقامة. وصار يعني الكثير من التحديثات على هذا المبدأ، بحيث أنه صارت يعني مع الوقت المستشفيات التعليمية هي المستشفيات التي يلجأ إليها الناس في حال مثلا العلاجات الأمراض المستعصية، أو حتى يعني في عرفنا إحنا إذا كان مريض بيسافر خارج الدولة فهو في الغالب يروح لمستشفيات تعليمية أكاديمية. فمن هنا في علاقة تكاملية بين التعليم الطبي وجودة الخدمات الطبية. فيما يخص برنامج الإقامة لدى شركة أبو ظبي الخدمات الصحية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مثل ما ذكرنا، كانت البداية في 2011 بعد حصولنا على الاعتماد من مجلس التخصصات في الولايات المتحدة الأمريكية. فهذه كانت يعني البرامج كانت موجودة في السابق، لكانت هذه كان نقلة نوعية لهذه البرامج من ناحية التنافسية ومن ناحية معايير الدخول إلى آخره. فيما يخص شروط يعني القبول في برنامج الإقامة، الملاحظ أن إحنا عدد المتقدمين لبرنامج الإقامة كان في حدود 600 طبيب وطبيبة من مواطنين وغير مواطنين. تم قبول 146 طبيب وطبيبة مقيم في هذه البرامج الموجودة. من شروط القبول يعني اجتياز الامتحان التأهيلي لبرنامج الطبيب المقيم اللي يكون بالشراكة مع دائرة الصحة في أبو ظبي، وكذلك الحصول على شهادة إتمام البكالوريوس وسنة الامتياز، وأيضا التخرج يعني من كلية الطب والحصول على الشهادات واجتياز المقابلات الشخصية. فهذه الشروط إذا الطبيب أو الطبيبة يعني عدوها يكون في نوع من يعني الأفضلية أو الرانكينج. بالنسبة لبرنامج الإقامة فهي في الغالب بين 4 إلى 5 سنوات، يمكن برنامج الجراحة عبارة عن 5 سنوات، لكن البرامج الأخرى عبارة عن 4 سنوات. الطبيب أو الطبيبة يتدرجون في graded responsibility، يعني المسؤوليات تتدرج بحيث أن الطبيب كل سنة عن سنة يتقدم يعني باتجاه الاستقلالية وقدرته على الاستقلالية في الممارسة الطبية، بحيث أن بعد التخرج صار وحصوله على شهادة النجاح، أول شيء النجاح من البرنامج، وثانيا في الاختبار يعني التخصص، صار الطبيب ممكن يعمل باستقلالية ويصير طبيب أخصائي ويتدرج إلى وصول إلى درجة الاستشاري. البرامج من 2011 إلى الآن استفاد منها 909 طبيب وطبيبة. حتى وصلنا إلى السنوات الأخيرة، العام الماضي مثلا دخل 146 طبيب مقيم، وسنويا نخرج تقريبا نفس العدد، فصار يعني تقريبا 150 شخص يدخل و150 يطلع. البرامج في الطب يعني في البرامج الأساسية والتي يتفرع بعدين تتفرع إلى فروع أخرى. فإحنا بدينا ب 13 برنامج، وبعدين حاليا وصلنا إلى 23 برنامج تخصصات معتمدة. بحلول يمكن 2018 وخلال سنة وشوية بيكون عندنا في حدود 50 برنامج معتمد، لأن الكثير من هالبرامج هي تكون برامج أساسية بعدين الدكتور أو الدكتورة يلتحقون في برامج فرعية. فيما يخص المؤسسات التعليمية المعتمدة، عندنا 5 مستشفيات اللي هم مستشفى الكورنيش، مستشفى المفرق، مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية،
مستشفى العين ومستشفى توام، بالإضافة إلى خدمات العلاجية الخارجية. فهذه ست مؤسسات صارت بالإضافة إلى أنها هي مرافق توفر خدمات صحية، هي أيضا مؤسسات أكاديمية تعليمية. البرامج مثل ما ذكرنا حتكون أفرع لبرامج حاليا مقامة. الجزئية الثانية أن مثل ما يقولون العالم أصبح قرية يعني صغيرة، فإحنا نتبنى امتحانات معيارية يعني دولية. فالأطباء اللي عندنا في البرامج سنويا يعني يخدمون على برامج على امتحانات اختبارات معيارية